بس بوسة بالسمنة منقطة يلي رسالك العطا أنا عايزة فوق من العطاطة وده باختياري. شهادة ميلادي كان أبو حفيظة. سؤالي أنت هتخرج إمتى من عباءة أكرم حسني؟ ما أنا مش داخل في عباءة أكرم. بالمناسبة كل الأغاني اللي أحمد فهمي غناها مع أكرم ده صوتي أنا. بتمنى أقابل حميد الشاعري، جورج وسوف نفسي يعني اشتغل معاه. من الناس اللي انت قلت نفسي اشتغل معاهم، قلتش عمرو دياب، ما قلتش تامر حسني. حصل لي في النص حادثه، كنت من قبلها بكتير بدعي بقول يا رب انا تعبان مش قادر ولا اسيب دي ولا امسك في دي، وفجاه برضو حسن الرداد يعني شهاده حق قدام ربنا، انا حضرت الاغنيه دي من اولها لاخرها، انا اقدر اعمل كل حاجه. قلت يوم نقمه ولا نعمه؟ احنا معانا حلقه دلوقتي مع يعني نجم امتعكم وخلاكم ترقصوا على اغانيه وعمل حاجات حلوه قوي قوي، وهو دايما مقل في الزوم، محدش يعرف شكله ايه، يعرفوا اسمه، هو اسمه يخوف قوي على فكره، يعني اسمه احمد وحيد الكينج. مرحب بيك في تلفزيون اليوم السابع. حبيبي يا دوله، ده انت اللي منورني كده ومنور الدنيا دايما، وتلفزيون اليوم السابع دايما كده في الصداره وناجحين دايما ومكسرين، وانت يا رب دايما في الصداره ومكسر الدنيا وبتعمل لنا حاجات صراحه بجد 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 فوق الامتاع بشويه كمان. حبيبي ربنا يحفظك، ده كلام والله يعني كتير عليا والله، انا يعني عشان طبيعه شغلي انا بحب الشغل كده. مين بقى مين احمد وحيد الكينج؟ انا طفل صغير بيحب الاعلانات بتاعت زمان، بتاعت التسعينات، ودانه بتروح للاعلانات بتاعت التسعينات كلها، وبيحب يعزف وبيحب يطبل على اي حاجه من هو صغير، بس الكارير بتاعه ودراسته وحياته كلها ما كانتش في المنطقه دي، وما فيش حد في العيله او في اهلي ليه علاقه بالموسيقى تماما من قريب ولا من بعيد. انت طلعت كده لوحدي، شاتت لوحدك كده؟ بحب ده لوحدي، ومن وانا صغير كان لينا جيراننا لحد دلوقتي ربنا يديهم الصحه يا رب طول العمر، من السودان ومن النوبه، كنت اقعد بقى يعملوا قعدات خماسي طبعا، قعدات والعود والبونجز او المنزل وداني خارج حتى دلوقتي وانا كده بحب بميل للحاجات دي لما اجي طبعا طبعا الرومبا الرومبا النوبي طبعا طبعا فميال دخلت في ملعبي انت كده ده حاجه ده عظيمه ده حاجه عظيمه لا ده انا عشقي عشقي بقى فمن وانا صغير كده، لكن لقيت دراستي ومجالي كله داخل في حته تانية بحكم ان الاهل بيبقوا خايفين. كنت بتدرس ايه بقى؟ انا في الاول خالص انا فرنساوي، بدرس فرنساوي من وانا صغير، يعني دراستي كانت مدرستي فرنساوي، وبعدين درست تجاره فرنسيه، وكان اشتغلت في مجال بقى بحكم شغل برضو اهلي في الفنادق والحسابات والاداره والحاجات دي، وبعد شويه عملت الدراسات، وبعد كده غيرت عملت شيفت كارير، نقلت مجال تاني خالص بس اداري برضو، يعني حاجات ليها علاقه بالاداره وكده، وانا بحب المزيكا جدا وبقيت بعمل الاثنين، يعني بقيت بشتغل بالليل بروح على المزيكا واعمل واذاكر ومش عارف ايه، والصبح لازم انام لازم انام هوايتك يعني بالظبط، بس ابتدت تبقى احتراف، ابتدت تبقى جزء من شغلي، فبقت تقيله. فحصل لي في النص حادثه هي اللي خلتني اوقف التاني واركز في المزيكا. ايه الحادثه دي؟ من عند ربنا. عملت حادثه، كنت بخلص شغل بالنهار، بروح الصبح الساعه 8 على مكتبي، موظف محترم، وخلص الساعه 3 ارجع البيت اتغدى وانزل بالليل اشوف المزيكا هنعمل ايه، فبطبق، ولو في نص ساعه او ساعه ممكن انامها في العربيه. فنمت في العربيه وانت سايق؟ نمت في العربيه بالظبط، فنمت وانا سايق. وكنت من قبلها بكتير بدعي بقول يا رب انا تعبان مش قادر ولا اسيب دي ولا امسك في دي، والوسط بتاعنا محتاج تركيز بس، يعني محتاج تتفرغ له هو بس. امتى عيلتك بقى ابتدوا يعترفوا بيك ان انت راجل فنان؟ لما سمعوا فنان ولا موزع محترف؟ موزع محترف. موزع محترف اول ما نزل لي شغل في السوق من سنين، من بدايات بقى ابو حفيظه. سنه كام ده؟ ده ممكن 2007 2008. اول اغنيه عملتها وحققت نجاح؟ نجاح ملموس في السوق كبير ولا اول اغنيه عملتها؟ دي شهاده ميلادك. شهاده ميلادي كان ابو حفيظه.
الاغاني كلها طبعا السادة المشاهدين ما يعرفوش يعني ان انت الراعي الرسمي لكل اغاني طبعا اكرم حسني اللي هو ابو حفيظه سابقا. ده شرف ليا وده بحكم العشره ان احنا بادئين كل حاجه مع بعض تقريبا. ازاي احكي لي بقى انت ليه الراعي الرسمي بقى ماضيين عقد مع بعض ولا ايه؟ هقول لك بقى ماضيين عقد مش بورق، ماضيين عقد بالتعود، بالحب. احنا متعودين نشتغل مع بعض وطريقتنا مش كل الناس بتفهمها، يعني انا لما اكرم بيبقى عايز حاجه ممكن ما يعرفش يعبر عنها قوي او كان بتفهمه على طول، افهمه على طول بيبقى عايز يعرف يعمل ايه. ده مش موجود، وده مؤخرا كمان اكرم ابتدى يدرس مزيكا، يعني ابتدى ياخد كورسات وابتدى يهتم وابتدى يخش يذاكر وابتدى يقعد جنبي على طول يشوف، فبقى هو دلوقتي ما شاء الله الحته دي بقى شاطر كمان فيها، بقى يعرف. عملت له ايه بقى؟ اشهر حاجه بقى كسرت الدنيا ست وانا ست وانا ابو مش بسكوتة، يعني نقولها بالمسلسلات والاغاني بتاعتها ولا بالاغاني؟ لا قول لي اشهر حاجات فيها. بسبوسه بالسمنه منقطه ياللي رسي عليك العطا انا عايز افوق من العطاطا وده باختياري، دي بسبوسه. وفي ايه يا ست وانا، ست وانا انا قلبي بورتو امر سورة، وفي اتنين بس احنا واحد كتف في كتف وقلب واحد حاصل ضرب اتنين في واحد، وفي اخر حاجه بتاعت بقول لك ايه يا عم سيف ما كانوش تلات شهور بتيجي فيها ضيف. سؤالي انت هتخرج امتى من عباءه اكرم حسني؟ ما انا مش داخل في عباءه اكرم، هي مش حاجه انا بعتذر عن شغل عشانها خالص، انا بشتغل بره يعني عندي شغل كتير مع ناس كتير. قول لي بقى طيب فهمني، قول لي لا انا الجديد ولا القديم؟ الجديد والقديم. جديد يعني على 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 الوسط بتاعي او على الناس الصناع الاساتذه الكبار، انا بشتغل مع استاذ ايمن بهجت قمر، مع استاذ عمرو مصطفى، مع امير طعيمه، مع محمد يحيى، كل الاساتذه مع حفظ الالقاب كلهم واصدقائي وناس فوق راسي يعني طبعا، وملحنين شباب كمان من جيلي ومن جيل. في شغل يعني هينزل قريب؟ ان شاء الله في دنيا سمير غانم ان شاء الله قريب، وفي مفاجاه برضو حسن الرداد، وفي ايت العامر، وفي اكرم تاني عندنا حاجه برضو اكرم. فين ورجعنا الاكرم؟ ما هو احنا مش هنعرف نروح في حته بعيد لان احنا لاقيين بعض في حته، طب انا سيبها ليه؟ يعني انت قول لي انا اسيبه واروح في حته تانية ليه لما الناس اللي بره بيجوا لنا علشان احنا ناجحين مع بعض؟ يعني اكرم اسمه ما شاء الله دلوقتي عامل اغاني على مستوى الشعر والتلحين لناس كتير جدا. طب كلمنا على اغنيه الكينج باليلي كده، دي طلعت من هنا برضو؟ دي كنا مع بعض وهي بتتكريت، عشان كده انا يعني شهاده حق قدام ربنا انا حضرت الاغنيه دي من اولها لاخرها. احكي لي لحد فيما قبل التسجيل طبعا، ده انا ما حضرتش. كواليسها ايه بقى؟ كواليسها ان اكرم كنا في بنعمل اغنيه من الاغاني بتاعتنا العاديه هزار وحاجات اللي دمها خفيف، وهو موده ما كانش كده، وفجاه لقيته بيقول لي بيتين من الاغنيه دي. قلت له ايه دي؟ وانا سايبه مثلا امبارح فما فيش وقت يعمل حاجه زي كده، وهو نايم بحلم بيه. والله ساعات بيحصل، مش نايم يعني، ساعات بيبقى في النص خلاص موده مش قادر يشتغل في حاجه معينه، فبيجي له كلمتين، الكلمتين دول ممكن يعني ياخدوا وقته، ياخدوا منه 3 4 ساعات يوقف اللي هو بيعمله ويكمل في الفكرتين اللي جم في دماغه، وكملت الاغنيتين. فبيقول لي، قلت له ايه دي جامده جدا، ده عظمه، طيب يلا بينا، طب لمين وفين وازاي مش عارفين. بس مين اقترح بقى كينج محمد منير؟ اكرم. دي كانت اكرم، وكان هو سمعها له، وهو اكرم بيكتب ليه طريقه في الكتابه، الكلام اللي بجد، الاغاني اللي من النوع ده ليه مدرسه كده، هو بيحب يذاكر قوي، فبيحب يذاكر بيعمل حاجه مثلا للضواحي بتاعتنا لاهلنا في النوبه او في الصعيد، بيبقى مذاكرهم كويس جدا وعارف الطريقه دي عامله ازاي وعارف بيكتبوا ازاي، هو شاطر في الحته دي. فلما بيجي يجيله الملكة ما بيعطلش، لما بيجيله كلمتين مثلا صعيدي كده، كلمتين حلوين، كلمتين من بتوع زمان بتوعنا، ما بيعطلش، بيعرف يكمل عليهم كويس. انا حاسس لو اتكلمنا على اكرم عايزين 10 حلقات هنقعد 100 وانت سنة. وانت ما شاء الله يعني شهادتك مجروحة بحكم العشرة. لا شهادتك مجروحة فيه حبيبي طبعا. الشغل الجديد بقى انت خلصته كده اللي هو مع حسن رداد ومع ايتن ومع
خلاص واقفين بس على التنفيذ، وانا كنت بس يعني عتلت كده شويه لاسباب صحيه. الف سلامه. فالله يسلمك. فخدت الدور كده، قعدت فيه اسبوعين ثلاثه كده متعطل، وان شاء الله بنكمل بقى الايام دي. خلاص بنفنش يعني بامرك يا رب. يعني ممكن حد يعتقد خطا ان انت بتشتغل لاكرم بس، خاص اكرم حسني. فاحنا نقول للناس دلوقتي اللي بيشوفونا والنجوم اللي عايزين يشتغلوا مع احمد وحيد الكينج، يعني هو راجل صراحه فاتح مكتبه لاي فنان ولاي حد عايز طبعاً يستفيد من موسيقاه ودماغه العبقريه. هو جاهز. ربنا يحفظك. طبعا اكيد 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 اكيد. انا عمري ما بتاخر. انا كمان اللي بيشدني في المشروع او في بتاع المحتوى ان الموضوع عجبني هشتغله هشتغله. طب ستو انا دي انا عرفت ان انت اضفت لها حاجه قلبت الموازين كلها راسا على العقل. احكي لي بقى القصه دي. احكي لك قصه ستو انا. ستو انا كانت اغنيه كانت بطيئه جدا جدا. كانت معموله ازاي ستو انا؟ الا انت كنت نايم بالليل ولا ايه؟ والله كانت كده. كانت احنا عاملينها على مود راس قاعد شويه زي اما براوه او زي الاغاني اللي من النوع ده او 6 الصبح. وبعدين ببعت الاغنيه لاكرم، وانا ببعتها له في حاجه مضايقاني عايز ازود سرعتها. ودي حاجه عندنا الناس اللي شغالين في التوزيع عارفين دي حاجه صعبه جدا بعد ما تخلص الاغنيه انك تزود سرعتها. دي قصه كبيره جدا. بس الاغنيه مضايقاني، واحنا انا ما بنعرفش نعمل حاجه الا ربع. عملت الاغنيه بعتها له، قلت له بقول لك ايه، لحظه كان هو بيصور، قلت له ثواني هجرب حاجه. قمت مسرعها، سرعت الاوديو نفسه مش البروجكت، وقلت لو اخترناه هوزعها كلها من الاول مفيش مشكله. بعت له التاني، وبعد كده قعدنا نقول لبعض واحنا ازاي كنا سامعينها بطيئه كده. كنا شاغلين بالنا، كانت بطيئه جدا. خلصنا الاغنيه وقعدنا واشتغلنا ومش عارف ايه، وخلصنا وجوم الاساتذه سجلوا معانا وعملنا الكورال وكل خلصت كل وخلصنا حاجة. والناس خلاص ماشيين. انا سمعت ان انت استعنت في الكورال برضو حاجه، قول لي برضو باساتذه ومش عايز انسى حد، بس استاذه رندا واستاذه عزه ودكتوره امل وناس كبيره جدا واساتذه فوق راسي خدموني جدا في التراك ده، في ان هم وصلوني للصوت اللي انا عاوز اوصل له. انا ميال دايما للتسعينات، فانا بحاول انفذ التسعينات بالكواليتي بتاعه الايام دي متطور. فوصلوني للصوت بتاع مين وده وده طب لا 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 الحاجات دي انا بحبها جدا ومتاثر بيها. فوصلوني للصوت ده بعد ما خلصنا غنوا الكورال وكله وماشيين، وانا قاعد في حاجه ناقصه، في حاجه انا حاسس ما كملتش. انت قايم قلت لهم بعد اذنكم ممكن بس لحظه هنقول كلمتين الله والله بالطريقتين دول. فكلهم بيبصوا لي، اكرم بيبص لي اللي هو انت ايه يا عم انت ما احنا خلصنا خلاص. قلت له معلش. قلت له معلش هاخد بس دول وانا هعمل بيهم نسخه ليا انا، هجرب عجبتك خدها. بالظبط بالظبط كده، بعت له من هنا يعني. وقعدنا شويه، قمت واخد الغنى وقعدت اقصقصه واحطه في اماكن معينه وسمعتها. الاغنيه اتقلبت. سمعنا اغنيه جديده خالص. هو الموضوع فيها. ايوه بالظبط بالظبط. وده راجع اللي بقولك التاني لتاثري بالتسعينات وبالحقبه دي، انا بعشقها بجيلها بكله يعني. انا المثل الاعلى بتاعي في كل الشغل بتاعي النجوم والاساتذه بتوع التسعينات، والحمد لله اشتغلت مع 90% منهم. حميد الشهري طبعا ده حبيبي، وبنعمل حاجه قريب مع بعض كمان يعني. انا كنت في يوم من الايام بتمنى اقابل حميد الشاعري. انا دلوقتي حميد الشاعري بالنسبه لي مدرسه يعني، بالنسبه لي في التوزيع وبالنسبه لاي حد موزع هيفهم كلامي ان حميد الشاعري مدرسه في التوزيع مش نجم وخلاص. فان انا اوزع اغنيه لحميد الشاعري دي بالنسبه لي خلاص، انا مش عايز حاجه تاني. انا بوزع للي خلاني اتعلم التوزيع، لقائد الثوره التوزيعيه في بالزبط مصر بالزبط يعني. صاحب تطور في يعني كلي في الايقاعات وفي في السقفات والصاجات يعني، حتى الات ما كانتش الناس بتستعين بيها خالص. طب ده شيء كويس طبعا، ده خبر حصري طبعا. طيب وبعدين بقى بس سمع بقى اكرم الله. خلاص يلا بينا. خلصت يلا بينا. احنا مش عارفين والله دي حقيقه. لما سمع الله في لما انت حطيت الله دي في الاول ما كانش لسه ايه عظيمة. اللي هو يعني ما بلاش. قلت له استنى عشان هلعب بيها في اماكن معينه، في اماكنها الحته الفاضيه اللي هرد بيها مزيكا دي هرد بالصوت ده وهيرجعنا للتسعينات وحب التسعينات. وقد كان الحمد لله ونزلت واحنا ما نعرفش حاجه يعني، ولا انا ولا اكرم متوقعين حاجه.
هو اصلا في ست وانا جه من استاذ خالد الحلفاوي طبعا المخرج قال للاكرم كان في لازمه كده هما بيقولوها في المسلسل ست وانا ست وانا فاكرم قال لي احنا ست وانا على فكره المسلسل ده احنا عاملين تقريبا مكتوب عليا احنا عاملين تقريبا فيه ست تراكات او سبع تراكات تاخد منها ست وانا ولا تراك اتاخد لحد ست وانا جت كده من نفسها يعني ولا تراك من السته اتاخد سبحان الله مش ما كانش ليه مكان في الدراما وكان ايقاع المسلسل مش سامح لنا نعمل كده لحد ما فجاه لقيت اكرم بيقول لي زي اللي بقول لك عليه الساعه 2 بالليل انت فين بنام طب تعال يلا ايه ست وانا قبل الهوا قلت لك بتقول لاحمد عادل وقلت لك غريب قوي ان دايما بنقول عدوك ابن كارك لقيتكم انتوا بتقول يعني بتشكر في غيرك مفيش بيننا موزع فبتحبوا بعض يعني صح احييك على السؤال ده تاني ان احنا ما عندناش وما تفهمش جات من ايه يمكن عشان احنا ما فيش منافسه للدرجه كل حد بيبقى ليه طعم اللي بيعمل لنفسه طعم ما بيتضايقش يعني انا لما بيجي لي اغنيه وحصل كتير جدا لما بيجي لي اغنيه وبلاقي ان الاغنيه دي مش مودي فيها دلوقتي انا برشح له يروح لمين يعني بقول له دي فلان الفلاني بيعملها وبيجي لي نفس الكلام لما بيجي لي ساعات بيجي لي ناس بيقول لي احنا والله فلان الفلاني وعايز بس برضو اذكر ده بقى عشان ده حبيبي برضو احمد طارق يحيى لان ده زميل ورفيق وبقالنا سنين مع بعض وبنحب بعض جدا وانا بحبه وبحترمه جدا على المستوى المهني والشخصي انا بس شكاها برضو كنت بقولك خايف انسى حد ان مفيش بيننا الحتة دي يعني في كذا كينج هيعملها كينج بيعمل الحتة دي حلوة قوي فلان روح لا ده بقى بيعمل الحته دي احلى الموسيقى التصويريه لا بيعملها فلان فلاني هل حد مننا ما يقدرش يعمل ده لا نقدر انا اقدر اعمل كل حاجه مش صعبه هي سهله بس لما بتتميز وربنا بيديك نعمه في حاجه معينه ما تشتتش نفسك نفسك تشتغل مع مين هتقول لي كتير وبتاع لا خالص الحمد لله اشتغلت مع كل الليستة اللي كنت بتمنى اشتغل معاها وانت يمكن تستغربها شويه كان فاضل اتنين وان شاء الله لا ثلاثة مين دول؟ جورج وسوف بالنسبة لي من زمان جدا نفسي يعني اشتغل معاه بهاء سلطان الكينج طبعا محمد نير ما كانش ليا نصيب معاه في الأغنية الأخرانية وان شاء الله نشتغل مع بعض قريب من الناس اللي انت قلت نفسي اشتغل معهم قلتش عمرو دياب ما قلتش تامر حسن مش ما نفسكش تشتغل معهم؟ اي حد بيبقى نفسه يشتغل معاهم بس انا كنت بقول لك لسبب ان يمكن طبعا ده شرف ليا بس يمكن حاسس ان انا مش هقدر اضيف لهم حاجه هما اوريدي يعني اوريدي بيمشوا على سيكونس معين بتاعهم اللي كلنا تربينا وحبيناه وعشنا عليه يمكن انا حاسس ان انا احب اشتغل مع حد اضيف معاه يعني انا كان نفسي اشتغل مع الله يرحمه حسين الامام كانت امنية حياتي ليه المزيكا بتاعته وطريقته في الغنى انا حاسس ان انا هعمل معاه حاجه حلوه عندي حاجه هضيف له وهيضيف لي بغض النظر طبعا ان استاذ الله يرحمه واي حد تاني لكن مش هاخد الفرصه يعني انا نفسي اشتغل زي مثلا ممكن اشتغل مع حمائي بيعمل ايه وان شاء الله نشتغل قريب ان شاء الله برضو بي بي بيجرب وبيشوف جديد وبيعمل فممكن ابقى عندي فرصه بكلمك بكل صراحه يعني انا احترم صراحتك ممكن يبقى عندي فرصه ان انا احط طعم من عندي الحماية طب عايز اسالك سؤال انت اشتغلت مع اكرم مهرجانات افرض جالك حد من بتوع المهرجانات شاكوش بيكا وقال لك عايزك توزع لي اغنيه هتعملها؟ وعملت اوريدي حاجات بس عملتها على الـ على الـ على الناحيه التجاريه يعني كان اعلانات وحاجات زي كده عملت كتير لا لا لو بقول لك لو جالك انت اشتغلت معاهم يعني اشتغلت مع شاكوش و اشتغلت مع عمر كمال وبيكا لا 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 اشتغلت مع شحته كاريكا اشتغلت مع شيبه طبعا بس مش عايز يعني مش عايز اخلط هم بس عشان هم اساتذه كلهم يعني وزمايل شيبة شحتة كاريكا أستاذ حكيم مش عارف أنا ناسي بس بشتغل في الإعلانات بشتغل كتير قوي بعيد عن الإعلانات لو جالك شاكوش اشتغل طبعا بس هتشتغل معايا علشان بشكلك أنت وطعمك مش شكلي لا تعال نشوف نعمل إيه جديد أنا مش هشتغل في اللي أنت عملته أنت أوريدي ما أنت نجحت أنت مش عايزني عشان أنت عايزني عشان إيه هو ده السؤال عشان أضيف لك صح
لو مش هضيف لك يبقى مش يعني مش هنضيف لبعض، يبقى ليه؟ طب ما تشوف حد يضيف لك. ايه الفرق بين مهندس صوت وموزع موسيقي؟ الموزع الموسيقي هو اللي بيحط الرؤية الكاملة للمزيكا وبينفذها، مهندس الصوت ده المخرج. زي الفرق بين مدير التصوير والمونتير والمخرج. وانت بتلعب الادوار دي كلها؟ اه. وبتلحن؟ وبلحن بحكم ان في حاجات ببقى انا بس اللي حاسسها، يعني لازم اوصلها لك فلازم اغنيها لك عشان توصل لك. بتغني؟ طب ما تسمعني. لا 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 مش بغني، مش قصدي. انا قصدي لا لا مش قصدي والله. انا قصدي بص وصلها لي، انا عايزك تغني مش غنى عشان توصلها لي. مش قصدي. أيوة مش غنى غنى. استنى بس، انا مش هديك كارنيه النقابه. خليتنا طب انت هتخليني اغني بقى. انا دلوقتي بص، انا مش هديك كارنيه النقابه، يعني انت تنفع ولا تنفع؟ انا معايا الحمد لله انا نقابي والحمد لله. قول لي كوبليه كده مثلا، اي حاجه. ايه طب بالمناسبة كل الاغاني اللي احمد فهمي غناها مع اكرم ده صوتي انا. ايه ده؟ طب انت بتغني اهو. ما بغني، بس بغني عشان بعرف اهندس الصوت صوتي. تحط اتوتيون وكده. وبعرف اغني وبعرف ادي اللحن كويس. طب الاتوتيون نقمه ولا نعمه؟ نعمه. ليه بقى؟ ليه؟ لان بيغنوا بيه دلوقتي لايف. بيغنوا بيه لايف.